عشان تعملوا بودي فور مظبوط لازم يبقى معاكم حاجتين. اول حاجه هي الميزان عشان تقيسوا بيها المكونات ان البودي فور دقيق جدا. تاني حاجه هي جهاز تشكيل البودي فور. تعالوا جربوا معاكم ووريكم بتعمل ازاي. كنت عامله بيه فاوريدي في عجينه مطرح البودي فور، الانبوبه دي الجهاز الاساسي، وبيجي معاه 12 قطعه من اشكال البودي فور المختلفه. كمان يتعمل بيهم كوكيز بسبيدي فور بس. الضغطه بتاعه من تحت. اول حاجه هركب الشكل اللي انا هستخدمه تحت في القطعه اللي تحت دي، وبعدين اربطها هنا، وده يبقى الجزء اللي تحت. وبعد كده هحط العجينه جوه عجينه البيدي فور. واسهل طريقه ان انتوا تحطوا بيها البيدي فور في الماشين ان انتوا تمسكوها كده وتكوروها وتهتفوها. في حاجه علشان احط دي لازم الاول ارفع دي فوق عن طريق الزرار ده كده. كده بقفل الجهاز، صينيه تدخل الفرن. بص على البتاع دي تحت عشان انزل العجينه اللي تحت خالص. هنحط الجهاز على الصينيه وندوس دوسه واحده وما نرفعش على طول، ثواني بس وبعد كده ارفعه. طريقه سهله وفي ثواني تسهل عليكم ان انتوا تشكلوا البيدي فور او حتى الكوكي. شكل القلب، شكل الفراشه، الصن، شمس، اشكال كلها مختلفة. حتى طريقة تنظيفها سهلة جدا، بيتفك اهو وده بيتفك وبتتغسل بمنتهى السهولة. شوية اجهزة انا استخدمتها وجربتها وطلعت ممتازة مع نينجا، من انضف واجود الانواع اللي انا استخدمتها. عايزة بس اعرفكم على القصة بتاعته. هو سيستم كامل بيعمل كل حاجة تقريبا في المطبخ، يعني اكتر من سنة بستخدمها. الكواليتي بتاعتها كويسة جدا. السيستم ده بتستغنوا عن كذا حاجة، بيعمل سموزي وبيعمل ايس كريم وبيعمل عجائن كمان. فاول حاجة هقول لكم عليه هو الجهاز ده، الجهاز الاساسي بتاعه بقى ماسك جدا من تحت، معاه كبة، ده سكينة بيقطع البصل، بيقطع الثوم، تفرموا بيه اي حاجة انتوا عايزينها، حتى اللحمة بيفرم لحمه بيخليها زي الفل. وكمان معاه قطعه تانية اللي هي دي، القطعه دي بتستخدموها ان انتوا بتقلبوا بيها، يعني مثلا لو بتعملوا عجينه ولا حاجه وحبيتوا تستخدموا حاجه تقلبوا بيها العجينه ممكن تستخدموها بدي. معاه الخلاط بتاعه اللي هو بيعمل العدس او عصير الطماطم، السكينه بتاعته بتكفي لحد 9 كوبايات. دي معاه كمان زي كوبايتين كده، الكوبايتين دول وظيفتهم ان انتوا تعملوا فيهم شربات المثلجه او العصاير، رائعين في العصاير. السكينه بتاعتها ده عصاير خضروات بالاوراق الخضار، ده ما بتلاقوش اي اثار للليفز اللي انتوا حاططينها. معاه كمان غطا ده اشربوا منها، يعني تستخدم ككوبايه. عيبه الوحيد ان هو صوته عالي شويه، بس عايزه اقول لكم على تركه، اما تيجي تستخدموا الجهاز ده ما تغسلهوش في الدش واش. حصل لي المشكله دي قبل كده، حطيته وغسلت الاطباق واللي حصل ان في جزء من الحته دي اتكسر في الغساله. فان انتوا تعملوه تحطوا شويه ميه وصابون وتعملوا لفه كده وهو هيتغسل لوحده اصلا. الشركه دي كانت ليها موقف كويس قوي معايا، ان انا اما تعرضت ان ده اتكسر اضطريت ان انا اكلم الشركه واقول لهم ان الجهاز بتاعي ده اتكسر. وبصراحه ناس محترمه جدا بعتوا لي واحد فري بس دفعوني حق الشيبنج يعني.